الهموم الإخوة من مقاولي أعمال الفراشة والإنارة والهندسة الإذاعية والإخوة مصور الحفلات القرآنية، فجميعكم على العين والرأس. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، بالصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزول الهموم. فصدق القائل حين قال: نظرة من رسول الله تكفيني حتى تكفيني وما بعد تكفيني. فاللهم صلي وسلم وبارك على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تملأ بها يا ربنا القلوب تقوى، وبها الأبدان على صعاب الحياة تقوى، وتجنبنا بها يا ربنا نارا بها الجباه والجنوب تكوى. فأنعم بقوم أكرموا الرسول، علموا أن الدعاء بحضرته مقبول. واسمع لربك في القرآن إذ يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، يعني إلى حضرة النبي جاءوك، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ففي تفسير الآيات تحتار أفهام وتتوه عقول. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، إذاعة القرآن الكريم دائما وأبدا نستمع إليها ونستمتع بقرائها عبر الأثير المباشر أو التلاوات المسجلة. وفي جمعة القادمة إن شاء الله التي تبث عبر شاشات التلفزيون المصري وإذاعات جمهورية مصر العربية من مدينة العريش، حفظها الله ورعاها وحفظ الله الحدود وثبت أقدام الجنود على الحدود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذاعتنا الموقرة والتلفزيون المصري في الجمعة القادمة سينقل لنا إن شاء الله عبر الأثير المباشر إذاعة قرآن الجمعة من مدينة العريش، والذي سنسعد به إن شاء الله فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي عبر أثير إذاعات جمهورية مصر العربية، والذي سيشدو علينا بعد قليل إن شاء الله. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا Thank you.
ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
ثم لم يعدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم يمنون عليك أن أسلموا قل بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض
والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون. والله بصير بما تعملون.
بل عجبوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها السماء
وما لها من فروج أفلم ينظروا كيف بنيناها وزيناها عبد منيب.
صدق الله العظيم. من خواتيم سورة الحجرات وصدر سورة قاف الأولى مدنية والثانية مكية، وأما عن الثانية التي ابتدأت بقول ربنا قاف والقرآن المجيد هي إحدى السور التي ابتدأت بحرف واحد من ثلاث سور، هي قاف وصاد ونون، وجميعهن جاء بعدهن ذكر القرآن الكريم. نص حكيم قاطع له سر، حروف ابتدأت في صدر السور بالحروف المقطعة، منها ما جاء على حرف وعلى اثنين وعلى ثلاث وعلى اربع وعلى خمس. استمعنا الى هذه التلاوة بصوت فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، والذي سنسعد بفضيلته عبر اثير اذاعات جمهورية مصر العربية وشاشات التلفزيون المصري في قرآن الجمعة القادمة من مدينة العريش ان شاء الله. والتلاوة ضمن فقرات الليلة المقامة للتكريم للراحلة الكريمة الحاجة حكمة رسلان زوجة الراحل الكريم الحاج وجيه عثمان خطاب، باسم عموم عائلات خطاب وعائلات رسلان اشكركم ايها الجمع الطيب المبارك على تواجدكم في ليلة القرآن. شكرنا لنور المجالس القرآنية الوالد الكريم حج رفعت بيومي، شكرنا للخلوقة الأستاذة مروة هاشم عضوة مجلس النواب، شكرنا لعموم أهل الفضل الذين توافدوا على المكان، إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، استكمالا للرحلة الإيمانية مع كتاب رب